إيغور إيغور دي جيسوس إيغور دي جيسوس إيغور أياتي بكرة خطيرة فرصة الله الله عمر خريبين يسجل ولكنه لا يحتفل لا يحتفل أول كرة لخريبين يسعد عشاق شباب الأهلي يسعد عشاق شباب الأهلي ويعيد شباب الأهلي للطريق الصحيح نعم هي مباراة العودة للطريق الصحيح يمدح شباب الأهلي اللي كان عنده مرتدة لعبت نفذت على أجمل ما يكون خلف المدافعين عندك مهاجم ما يضيع الكرات هذه نعم عندك مهاجم ما يضيع الكرات اللي مثل هذه عمر خريبين العام الماضي في هذا الملعب سجل للوحدة في مرمى شباب الأهلي واليوم يسجل لشباب الأهلي في مرمى أصدقاء الأمس نعم ينجح ولكنه لا يحتفل نعم يقول للكل هنا احترموا رغبتي لن أحتفل